من ضمن الأسئلة، أنا عبد الرحمن طالب أولى نظم، كنت حابب أعرف بعد ما أخلص الكلية هل هشتغل في المنظمات والشركات زي شغلانات زي مطور واجهة أمامية فرونت إند ولا باك إند ولا AI ولا ذكاء اصطناعي ولا إحنا هنعمل إيه؟ الحقيقة إنه العمل في الشركات والمؤسسات لو أنت مجال نظم مش عاوز احبطك، ولكن في الغالب هيشغلك في الشبكات والحاجات الاي تي ومعرفش مين عنده مشكلة كمبيوتر وسطة بالطبعة، اغلبية الشركات كده. لكن في بعض الاماكن بتشغلك في الحاجات دي فرونت اند وباك اند، لو انت قادر تشتغل في الحاجات دي اشتغل، ولكن هو ده اللي هيعمل فرق لما تيجي تقدم في اي مكان، ان يكون عندك القدرة على اداء هذا الموضوع. فلو انت اوريدي بتعرف تشتغل عليها اكيد ان شاء الله تجد فيها فرصة عمل. اما بقى مطور الاي اي والذكاء الاصطناعي والحاجات دي، انا اعتقد ان لسه دلوقتي ما دخلتش كتير في الشركات. لو انت قادر انك تدخل فيها وتمشي فيها تمام، انت اوريدي لما تيجي تقدم في اي مكان طالبين في الوظيفه دي وانت نظم وبتعرف تشتغلها ان شاء الله تقدر تشتغل. لكن لو انت عندك القدره انك تشتغل فرونت اند وباك اند والحاجات دي كلها اشتغل عليها، وان شاء الله تجد فيها فرصه عمل في المنظمات والشركات. ولكن لو انت تتخرج كده انا عاوز اشتغل في النظم، في الغالب هيرموك في الحته اللي انا قلت لك في الاول، مش هيدخلوك في المناطق دي الا لو انت اشتغلت فيها بايدك.